قلت بأن هناك بعض التحسينات التي تم القيام بها، ولكن المحاصرة الاقتصادية للرئيس السيسي هي مخيب للأمال. صندوق النقد الدولي وافق على تمويل مساعدة بمقدار 12 مليار دولار، ولكن بالمقابل كان المقابل صعبا جدا، أي تقليص المعونات الحكومية. كما تعرفون هناك عدد سكان يزداد 2% سنويا، ربع هؤلاء تحت مستوى الفقر. أليس هناك مخاطرة في هذا التوجه الليبرالي المتشدد أن تؤدي الأمور إلى ثورة من قبل هؤلاء الذين يعانون من هذه الإصلاحات الاقتصادية التي لم تؤتي ثمارها؟ وافقك الرأي أن يؤدي ذلك كله إلى ثورة إذا كان الرجل الذي يقوم بهذا غير نظيف اليد، إذا كان الرجل الذي يقوم بهذا غير وطني، إذا كان الرجل الذي يقوم بهذا أو الحكومة التي تقوم بهذا تقوم بسرقة قوت الشعب. ولكن إذا كانت استلمت وضع اقتصادي مزري بهذا الشكل في عام 2014، أنت تتحدث عن 12 مليار، هذا دليل صحة وعافية الاقتصاد المصري، وإلا لم يكن صندوق النقد قد وافق على منحنا 12 مليار. لماذا لم يوافق على منح مرسي 12 مليار؟ لم يوافق على منح مرسي 4 مليار ووافق على منح السيسي 12 مليار لتعافي الاقتصاد ولإيمانه وثقته في الاقتصاد المصري. أنت تتحدث عن عدم وجود ضمانات اجتماعية، ونحن الآن نقيم تأمينا صحيا لكل المصريين، عاملين وغير عاملين، موظفين وغير موظفين، نقيم ضمان اجتماعي، معاش الضمان الاجتماعي اللي بيوصل النهاردة 700 جنيه و400 جنيه للمواطنين الذين لا يعملون. نقوم بعلاج، وقمنا بعلاج 2 مليون مواطن من فيروس سي، الآن مصر خالية لأول مرة من فيروس سي. أليست كل هذه أموال تضخ من أجل الجماهير الفقيرة والتي تعيش تحت خط الفقر؟ أنت قلت أن 25% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وأنا أزيد عليك وأقول لك أنهم 30%، ولكن متى كان الرقم أقل من ذلك؟ في عهد مبارك أو في عهد السادات أو في عهد عبد الناصر أو في عهد مرسي أو في عهد أي رئيس دولة لم ينخفض هذا العدد في تاريخ مصر؟ لماذا نحاسب الرجل على هذه التركة الكبيرة ونحن نعرف أن هذا العدد ما زال موجودا منذ 60 عاما مضى؟